هاي جايز، كيفكم شلونكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم انا في ياس ايلاند. صباح الفل، الساعة 11 الصبح، ما في دوام اليوم. يلا على أبو ظبي. شوف مين استقبلني. تونا واصلين الوارنر براذرز هوتيل. جايز مرة يجنن، احس الصغار بيستانسون. يعني شوفوا حتى هذه في اللوبي، شوفوا كيف. وشو؟ الافنجرز. اي ثينك اتس وذ ذم. هيونا طبعا مستانسة، تقول هذه كانت من تايتنز او شيء زي كذا. Hey guys, welcome to my crib. هالمرة الروم تور جايز، يمكن هذه أحسن روم تور بصورها في كل بلوكاتي. اليوم إحنا في Warner Brothers Hotel. So let's go. أول شيء we got the mirror. بعدين عندنا الميني بار. جايز شوفوا الأكواب، كأنكم في أفلامهم Tom and Jerry. Who? الثلاجة جايز تدرون إنها أحسن شيء عندي في الغرفة. اتجنن مرة، وش ذا؟ We've got twin beds. فور صبوبة، انفر روحة. Say hi صبوب. Hi. طبعا شوفوا عندنا سكوبي دو. Whatever that is. وهذه شكلها شخصية اتبعت سكوبي دو. Guys! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my god, guys, كأنكم في الكرتون. And then we've got this, which is pretty lovely, jubbly. بعدين hello. تدري ايش بكون عليه؟ It's speakers. Yeah. وريكم الأشياء اللي عطوني إياها ياس آيلاند. You guys. مرة كيوت. Batman. Or Catwoman, we don't know, but we love that. بعدين عندنا keychain حق Warner Brothers. إذا سكت إن شاء الله بتلقونها. إن شاء الله إذا ربي كتب بتلقونها على مفتاح سيارتي. We've got a tote bag ومطارة فيراري وورلد. فيراري وورلد ترقبوها غدا بإذن الله. The toilet! Or was that TMI? بس guys الحمام يموت. Light bulbs. Super cute. ويلا نكمل الفلوج. هذا الفلوج ان شاء الله في جزيرة ياس في ابو ظبي. ابو ظبي طبعا اللي ما يعرف جزيرة ياس فيها award winning theme parks مثل Warner Brothers World, Ferrari World, ياس Water World. طبعا هالويك اند ان شاء الله بنقضي وبنروح two of the theme parks اللي هم Ferrari World و Warner Brothers World. تخيلوا بعد نص ساعة قالت لي سبب بيجي Bugs Bunny في اللوبي. وين بتكون في روحتي؟ في اللوبي. 12 seconds later. هيا، how excited are you? I'm so excited. كايز مرة أنا متحمسة، تخيلوا. وشوفوا كيف إحنا ساكنين طبعاً في Warner Brothers Hotel. شوفوا القرب، يعني على طول على الثيم بارك، المكان استراتيجي. طبعاً Warner Brothers World هي أكبر ثيم بارك indoors، يعني أكبر ملاهي كذا مكيفة داخل، فهمتوا؟ مو برا outdoors، it's indoors. يعني مو لازم تشيلونها من الجو حر مطر، روحوا ادخلوا استانسوا. مكان مكيف وجوا. الشعور مرة غريب، تسبب كيف الشعور؟ خيال. بعدين مخلين السماء كذا في السن ست. I love it. كأن السماء صدقية يعني. صح، يعني خوف. وعلى فكرة الحين الصباح، يعني لو تطلعون من المكان تشوفون الشمس، يعني شلون بطون ما أدري. والحين أنا وصبوبة بنلعب ألعاب.
وهيونا إذا كانت ما تخاف تركب معنا. هل هيونا بتخاف؟ لا. نشوف. بعدين جايز ما أدري إذا بتسمعون الموسيقى حتى باك جراوند من كرتون. صبا is our guide. Yes, forever. كل شيء. كل شيء our guide. طيب. مقلوبة. نعيد. أوكي. إحنا هنا في البلازا. تبين هذا الكيدز كأنها توم اند جيري هنا باتمان سوبرمان سوبر وومن باتمان والبطة هذه مرة كنت أحبها وأنا صغيرة ولا نروح توم اند جيري إتس كلاسيك شوفوا إحنا شفتوا الشيء اللي وريتكم اللي أقول لكم واو بس هذا يعني في باقي كل هذه ما بعد دخلنا هناك جوكر وكذا خروا لا يما يلا تونا قايلين ما راح تخافين إيش صار هيا خليك قد الكلمة عشان يخلونا كذا في غوثام سيتي الأنوار حمراء في الليل كذا تحسون كأنكم في نيويورك جايز ضابطين كل ثيم بشكل يعني صدق كأني الحين باتمان أول شيء ندخل صيبة قدها ترى صيبة خوافة بعد والله يلا let's do it افتتاحية ركبنا أصلاً سير أخفوني طيحنا بالصفر يمو سكت الباب Welcome to Wayne Tech Job Fair One minute, 37 seconds later. طلعنا سليمين. سخيفة. سخيفة بس حلوة يعني تصلح الهيونة ليه تركبت. كذا تشوفون ميشن وتروحون وتدورون مرة مرة يجنن كأنكم صدق on a mission مع باتمان. معلومة عني وأنا صغيرة عشقي باكس باني يعني المكان it's so cute دخلنا كأنهم عايشين في العصور إلى ذاك الكرتون اللي هذا مرة خطير حبيت كيف كل ثيم مختلف عن الثاني شلال أخاف إنه شلال شلال Are we gonna get wet or no? So my stuff, it's okay? And I wish my hair looked as good down as yours does, Betty. بسم الله جايز جايز قالت ألا تلبس الحرمة لا وصلنا خلصنا خيال 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 مرة يعني أنا أكثر واحدة طفحت أصلا عشان كذا مقعديني قدام مستقصدين
Take a photo, please. 49. Come over here. Thank you. Okay, thank you. Next. Thank you. Bye-bye. The next morning. صباح الخير. توي متروشة. اليوم شوف البلوزة أمس شريتها لبستها مرة كيوت. نور عليها بوكس بني. فعالية اليوم. Ferrari World. تدرون أكثر شيء صدمني هنا كمية الرطوبة والكتمة. أقسم لأصلا ما طلعنا أبدا. شفتوا يعني كانت الثيم بارك اللي هو Warner Brothers World كانت كلها indoors. طلعنا أنتم شفتوا كيف الفندق حقنا والثيم بارك كيف قريبين حرفيا بس تمشين كم خطوة وأنتي واصلة. والله العظيم ما تقدر تتنفسين حر وكتمة ورطوبة. كاميرا أحاول أسولف لكم وهي يعني صافية الشاشة ما أقدر تخيلوا ما أقدر. حتى كان في الفندق بعد في روف توب يعني أشياء أوتدور حلوة ما قدرنا نطلع. عرفين فتحنا الباب سكرنا. يعني في الرياض قلت الرياض أول وأنا أحسب الرياض يعني من الحرورة بالعكس صح أنها جافة بزيادة بس على الأقل تقدرين تتنفسين. Ferrari World. هذه Ferrari World. والله كبيرة مرة. هذا أنا أبغى. تبين هذا؟ الريس. أخاف هذا هو أسرع واحد في العالم. إيش قصدك يعني؟ توه يونا تقول لي عنه. يلا أخذنا الفاست باس. ويلا بينا بسم الله. Ferrari World أحسها هي اللي ألعاب تخوف. قاعدة أشوف ما في كمية أطفال زي أمس. لكن في ألعاب مرة تخوف. أنا ما أحب اللي يخوف مرة. أحب شوي تكون اللي يجيني الأدرينالين أنا خفيف. بس إني أتروع مرة ما أقدر. بركب يعني لعبة وسط. فهمتوا؟ جاهزين؟ جاو. مرة تخوف. شوفها. الله شو بصير؟ هذه أنا ركبوني هذه. ماما. صدق هذه اللي تصلح لنا. نركب إن شاء الله. شفتوا هذا الأحمر؟ أنا جسد شفتوه. نركب العين. أول لعبة لليوم. يلا استودعناهم. قلت لك. 12 seconds later. أوه كثير على ورا. Guys خطيرة يمكن أحلى لعبة ركبتها كل هالسفرة. مرة مرة حلوة. يوم رجعنا على ورا بطني. تحسين يقلب. في صور خلش فورنا. وصلنا إيطالي جايز. هذه ليتل إيطالي فراري وورلد. يا
يلا جايز خلصنا كل الحمد لله والحين بنروح الياس مول. كثير يمدحونه يقولون انه مره حلو، احس فيه بضاعه مره كثيره، فسيفورا بيكون خيالي. اي صح، اي على طول في جسر على ياس مول. وبكذا انتهت رحلتي في ياس ايلاند، ان شاء الله انبسطتوا كثر ما انا انبسطت فيها، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. باي باي.